انا بصلي وبصلي في السياح والتنفيذ وبصلي وروح السيدة وبصلي واحد من اللي قاعدين في السيدة قال لي بصلي واحد من قال لي الصلاة في الجامع في نوعان ما ينفع وانا مبسوط اللي انا شفتك انا بنفرج عليك في كل مرة بتيجي مع الوقت المهم السؤال انا هقول السؤال عشان لسه انت لما بتيجي هنا قلبك كرتاح قلب مرتاح للكل بس كده انا اقصد لما بتخش هنا او شفت كده سيدنا كبيسه او شفت كده سيدنا زينب والكل سيدنا احمد الدرديل رضي الله عنه وارضاه الشيخ الملكي بترتاح ما تسمعش كلام حد هقول لك كمان هنكمل اتفضل طب السؤال بيقول ان ما احنا وصلنا في عصر خرجت العناكب والعياذ بالله وخرجت مش من صاف العلم ولا مربعه لا خرج المتعلمون فبيقولوا ايه؟ بيقولوا هو يجوز الصلاه في المساجد اللي فيها اضرحه يعني بيتكلموا عن سيدنا حسين وعاملين حرب شعواء المسلم مع المسلم عامل حرب شعواء عشان ده بيصلي في مسجد في ضريح واللي بيخش كده المسجد داخل المسجد فيه ضريح بيسأله بيقول هو انت داخل تصلي لمين؟ يقول لك بصلي لربنا. ده كلنا بنصلي لربنا، ده هو خلافه. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله يعني. بس بصلي في اماكن مظنة قبول الدعاء. بصلي في اماكن مظنة نزول الرحمات. طب انا هقول لك وسازيدك من الشعر بين المساجد اللي فيها اضرحه هو بيقول لك اصل انت بتخش والصلاه بتبقى بطل وجمهور العلماء جماهير العلماء بيقولوا الصلاه صحيحه لا ده احنا مشايخنا بيقولوا بقى الصلاه مستحبه في المساجد التي فيها اضرحه لاولياء الله الصالحين خاصه عند مولانا الامام الحسين ليه؟ مش عارفين. ما هو من ذاق عرض وهو لم يزق فاحنا مشفقين عليه. وعشان كده بعدهم يحكى ان هو جه هنا وكان من الناس اللي هي بحيطه طويله وبيجي وبيدي درس بره وليه 2000 طالب و3000 طالب وبيحارب الصلاه اللي فيها في المسائل اللي فيها اضرحه. فجه بره خارج منين؟ لقوه خارج من مولانا سيدنا الحسين فبيقولوا له الله شاف كده فهو لما شاف اللي قدامه بيقول له اصبر عليا لان هو بقى بيحرم الصلاه في المساجد اللي فيها اضرحه كان في مولانا سيدنا الحسين وخارج فشاف الثاني اللي هو من رواد مولانا سيدنا الحسين وقال له اصبر عليا قال اصبر عليك يعني ازاي هو خارج من خمار ولا ايه؟ ولا خارج يعني من كازينو مثلا قرأت ولا معذرة مش عارفين الفاظ في هذا المقام الله ومع ذلك شوف بقى الكلام شوف المنهج الى ذلك قال ايه؟ قال مع ذلك انا شفتك من خارج من الخمار هصبر عليك ليه؟ لان مذهبنا وعقيدتنا وتربيتنا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ده شغلتنا ان احنا ما نفضحش الناس مش ده شغلتنا ان احنا نداري على الناس ونجيبها لغيرها ده شغلتنا ان احنا نجيب الناس كلها ونجيبهم عن الاولياء. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي زنى ماعز واقاموا عليه الحد وضربوه الحجاره لحد ما مات استغاثوا به اللي جه يتكلم عنه اسمه هزام. هزام بيقول له يا رسول الله ده هو بيتضرب بالحجاره قال انا ما عملتش انا ما عملتش بس النبي زعل جدا وقال له ايه بقى؟ شو كان بيسلم فسيدنا بيقول له هلا سترته بثوبك يا هزال؟ قلت سترته يا اخي وقع في معصيه وخلاص. ما هو خلي بالك ان المعصيه اذا وقعت فيها عندك علاجات كثيره. يقول لك واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل وبعدين ان الحسنات يذهبن السيئات بتمسحها. بس كده قال لك لا ده طلب ربنا كبير. لو انت صاحب معاصي وانقلبت بعد كده بقيت صاحب طاعه وكنت ليه مع الله عز وجل شوف هيعمل لك ايه بقى؟ قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.
سودة من ناحية السيارة يتحول وتبقى كبيرة وبيضة في ناحية الحسنات. ده شوف الجمال ده السد. بس المشكلة بقى بتكمل القسم. قالوا سيبك من كل ده. أنت جاي هنا ليه؟ ده أنت بتحرر الصلاة هنا وتقول يا بطل. يقولوا ده شوف الكلام شوف المرض النفسي. وعشان كده بس الحسنات بتحرك كتير السودة. قالوا أصل أنا برتاح هنا. وقلبي بيرتاح هنا عند سيدنا موسى. طب اذهب وقول لهم للدرويش بتوعك ان المساله خلافيه. قول لهم ان علماء الجمهور جايز يصلوا في المساجد اللي بيقعدوا فيها علماء كلها. ما تقولش حاجه. انتوا انت عارفين ان انا ما اقدرش اقول كده اصلا. انا خايف منهم. فكل اللي بيقول الصلاه في المساجد ما فيهاش مطرحه عارف تقول لك قاعده على طول كده اللي هي فيها مطرحه لا تجوز اعرف ان هو مريض نفسي. وهيجي لك